اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج اتجاهات الصحافه ونطالع فيها. ليبيا وسيناريو تدخل العربي عسكريا. هواجس من تزايد انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا. الهجره غير القانونيه ودور دول الساحل الافريقي. نناقش هذه الموضوعات وغيرها مع ضيفنا عبر سكايب من لندن الكاتب الصحفي ابراهيم درويش. سيد درويش ارحب بك معي في حلقه اليوم. اهلا وسهلا بكم. تسلط صحف صادره مؤخرا الضوء على اجتماع يضم قاده عسكريين من دول عربيه اضافه الى دول اوروبيه، حيث يشير متابعون إلى أن هذا الاجتماع المزمع عقده في القاهرة قد يكون تمهيدا لعملية عسكرية مشتركة في ليبيا على غرار ما يحدث في اليمن. من جهة أخرى يشير آخرون إلى توافق مصري مع الجزائر المتمسكة بالحل السياسي بشأن الأزمة الليبية. تناول الكاتب ريتشارد غالوستيان في مقال على صحيفة ليبيا هيرالد بالدرس اللقاء الذي سيجمع بين المسؤولين العسكريين من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والكويت والسودان والبحرين والمملكة العربية السعودية وليبيا يوم 18 من مايو الجاري في القاهرة للنظر في كيفية تحقيق الاستقرار في ليبيا. ومن المتوقع أن تكون كل من فرنسا وإيطاليا ممثلتين. وذكر الكاتب أن هذا الاجتماع الحاسم في القاهرة قد يكون الأخير بين مسؤولي الدفاع العربي قبل أن تقود مصر التحالف الدولي العسكري الإقليمي إلى ليبيا لمحاربة المتطرفين من جميع الاتجاهات. وأشار الكاتب إلى أنه يبدو أن مصر تسعى إلى اتخاذ نفس نهج المملكة السعودية مع اليمن، وقد تم سابقا تداول معلومات حول قيام الجيش المصري بغارات جوية وبحرية في ليبيا، خاصة في عقاب عملية مقتل الأقباط المصريين. ويرى الكاتب أن العمليات العسكرية التي يقودها المصريون ستكون لها حصة كبيرة من المحادثات وراء الكواليس في الولايات المتحدة بكامب ديفيد في لقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي. ذكر الصحفي المصري محمد مجدي في مقال على الموقع المصري صدى البلد أنه وفقا لخبراء لا يوجد خلاف بين مصر والجزائر بخصوص سبل التعاون بين البلدين لإيجاد صيغة للخروج من الأزمة الليبية، خصوصا وأن الجزائر اكتوت من قبل بنار الجماعات المتطرفة في المنطقة. ونقل مجدي عن خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام الاستراتيجي سعيد اللاوندي قوله إن حل الأزمة الليبية يتوقف على التواصل مع جميع أطراف النزاع بما فيها الجماعات الإرهابية، لأن اقتصار محاولات المبعوث الأممي على التواصل مع الحكومة المنتخبة ومجلس النواب السابق سيبوء بالفشل. ونقل الكاتب عن نائب وزير الدفاع الأسبق اللواء نبيل فؤاد قوله إن الجزائر دولة متحفظة على قراراتها، فهي تملك جيشا قويا، إلا أنها متحفظة بشكل كبير على فكرة المشاركة في أي حروب أو تحالفات، ومصر لا تستطيع المحاربة على أكثر من جبهة دون مساعدة دولية وعربية. أجدد الترحيب بضيف الكريم الذي يحدثني عبر سكايب من لندن الكاتب الصحفي إبراهيم درويش. سيد إبراهيم، لماذا في رأيك ذهب الكاتب غالوستيان على صحيفة ليبيا هيرالد إلى أن الاجتماع بين مسؤولي الدفاع العربي الذي سيعقد بالقاهرة قريبا سيكون الحاسم وسيخرج منه أيضا قرار عسكري بقيادة مصر لضرب المتطرفين حسب قوله؟ هي يعني حديث غالوستيان حول القوى العربيه المشتركه، القوى العربيه المشتركه لم يعني تتشكل بعد، هناك كثير من المشاكل حول طبيعتها وحول من يقودها. هناك عندما قررت القمة العربيه ان تقوم بتشكيل قوى عربيه مشتركه كان الهدف منها ان تكون القوى الجيش من مصر والأمال من دول الخليج، لكن اشاره الكاتب الى الدرس اليمني والدور المصري في 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 ليبيا لها دلالات، خاصة أن مقالا في مجلة فورين أفيرز
قبل أسبوع ذكر أن مصر تقوم بدور يعني طليعي في ليبيا، خاصة بعد ذبح تنظيم الدولة الإسلامية أو فرعه في ليبيا الرهائن المصريين الأقباط. ولكنه حذر أن مصر يعني تلعب بالنار، وأنه ليس من مصالح مصر الأمن القومي أن تتدخل في ليبيا. عمليا مصر تتدخل في ليبيا من خلال دعمها لقوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، وكذلك من خلال الغارات الجوية التي تقوم بها على الإسلاميين أو الجهاديين في منطقة درنا وغيرها من المناطق. أما كون هذا الاجتماع حاسم نظرا لأن القوى المشاركة فيه هي معظم الدول العربية وكذلك معظم القوى الغربية، خاصة أن ليبيا يتداخل فيها الملف الجهادي مع ملف الهجرة غير الشرعية. طيب سيد إبراهيم، هل بالفعل لدى مصر نية بأن تتصدر القيادة العسكرية في ليبيا على غرار ما يحدث في اليمن بأن السعودية التي تتصدر الآن العملية العسكرية؟ يعني هناك يعني الكثير من علامات الاستفهام، خاصة أن مصر يعني عندما قالت أنها ستدعم الحملة العسكرية في اليمن لكنها ترددت في إرسال قوات برية، رغم أن أرسلت قوات بحرية لمنطقة البحر الأحمر من أجل محاصرة اليمن. لا لكن أن تقود مصر، من مصر لها مصلحة في أن يعني تكون جبهة الشرقية مع ليبيا مستقرة، ولذلك هي الآن تقوم بدور طليعي في 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 ليبيا. أما أن تقوم بتدخل بري في داخل ليبيا فهذا طبعا أمر عليه كثير من علامات الاستفهام، خاصة أن مصر لديها مشاكلها في سيناء وغيرها من المشاكل في التي تواجهها داخليا، يعني عندها اقتصاد يعني متراجع كما شرط مجلس الايكونومست يوم أمس، كذلك أيضا عندها مشكلة الجهاديين في سيناء. أن تفتح جبهة في ليبيا هذا طبعا سي يعني يزيد من معبائها، خاصة أنها ستكون وحيدة في هذا الإطار. طيب الحديث عن التوافق المصري الجزائري، لماذا نرى جهودا تبذل من الجزائر في اتجاه الحل السياسي بينما نرى تصعيدا من قبل مصر في اتجاه الحسم العسكري؟ طبعا كما أشار تقرير الجزائر لديها سياسة خارجية متحفظة، رأينا مواقفها في الجامعة العربية من الكثير من القضايا العربية التي شهدها العالم العربي بعد ثورات الربيع عام 2011، وكذلك أيضا الجزائر متحفظة من ناحية التجربة المريرة التي مرت بها أو السنوات السود التي مرت بها خلال الحرب الأهلية التي جرت بعد عام 1992، عندما واجه الجيش الجزائري الإسلاميين. هناك أيضا مشكلة أخرى يعني من ناحية التحفظ الجزائري، أنها أن الجزائر لديها أيضا مشكلة أخرى لها علاقة بصعود القاعدة في بلد المغرب الإسلامي. وإذا قرأت الخبر الذي نشرته أمس صحيفة ليبراسيون عن تجذر تنظيم القاعدة في الجزائر، فهذا طبعا يثير قلق الجزائر. الجزائر لديها مصلحة في محاربة الإرهاب لكنها لا تريد أن تجلب الإرهاب إلى ساحتها الرئيسية. طيب يعود الكاتب في المقال الثاني سيد إبراهيم وينقل عن نائب وزير الدفاع المصري الأسبق بأن مصر لا تستطيع المحاربة وحدها على أكثر من جبهة دون مساعدة دولية وعربية، إلى ماذا يشير ذلك في رأيك؟ طبعا اشرنا الى ان مصر لديها كثير من الملفات، عندها الان تورط في اليمن من ناحيه علاقتها مع دول الخليج التي ساعدتها في اقامه النظام السياسي الحالي، عندها مشكله في الجهاديين في سيناء، عندها مشكله ايضا التظاهرات الاسلاميه التي تتواصل يوميا في شوارع مصر، عندها ايضا مشكله قادمه من ليبيا وتهريب السلاح وما غير ذلك. فمصر لا تستطيع ان يعني أن تتمدد وتوسع على أكثر من جبهة، وكما أشار يعني تقرير الفورين أفيرز قال إن مصر تلعب في النار وأنها لا يعني أن هل هذا ليس من مصالحها القومية. كذلك أيضا التجربة المصرية في اليمن وفي الستينات يعني تعتبر أيضا تذكير للمصريين بأن التدخلات في شؤون الدول العربية وفي دول معقدة مثل ليبيا واليمن لن يعني تكون ناجحة. ليبيا ليست أقل تعقيدا من اليمن، اليمن يعني نظام قبلي وليبيا أيضا فيها نظام قبلي وهناك حرب أهلية، وفي الحروب الأهلية لا يتم حلها بالحسمها بالحل العسكري، بالحل السياسي وبالجلوس على طاولة المفاوضات. وبهذا نذهب بك سيد إبراهيم وأنتم مشاهدينا الكرام إلى المحور الثاني من هذه الحلقة، ابقوا معنا.
ترصد منظمات دولية وحقوقية تجاوزات لحقوق الإنسان وانتهاكات تحدث في ليبيا من قبل مجموعات مسلحة وسط غياب للدولة. في ذات الوقت تشير منظمات معنية بحقوق الإنسان إلى ضرورة إعادة النظر في التشريعات والأحكام التي من شأنها أن تساهم أو تستغل في قمع الحرية العامة. ذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر موقعها الإلكتروني أن المجموعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا مسؤولة عن اختطاف المدنيين بما في ذلك القُصر بسبب أصولهم أو آرائهم أو انتماءاتهم العائلية أو السياسية الفعلية أو المتصورة. وأشارت البعثة إلى أن هؤلاء المختطفين يتعرضون عادة لخطر التعذيب والمعاملة السيئة، وكثيرا ما يحرمون من الاتصال بعائلاتهم، وقد توفي بعضهم أثناء الاحتجاز، وربما يعدمون دون محاكمة أو يعذبون حتى الموت. وأكدت البعثة على التزام أطراف الحوار السياسي الليبي بمعالجة قضية المحتجزين بشكل غير قانوني والمفقودين كجزء من تدابير بناء الثقة، وتشير إلى أن عددا من عمليات تبادل الأسرى قد جرى في الأشهر والأيام الأخيرة. ذكرت منظمة Human Rights Watch في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني أنه على مجلس النواب الليبي أن يعدل على وجه السرعة أحكام قانون مكافحة الإرهاب التي يمكن استخدامها للحد من حرية التعبير والحق في التجمع السلمي والتنقل، لأن القانون يتعارض والتزامات ليبيا تجاه القانون والمعاهدات الدولية. وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة Human Rights Watch أنه رغم أن السلطات الليبية مخاوف مشروعة من تأثير المجموعات المتطرفة المسلحة، إلا أنه يتعين على المشرعين التأكد من أن لا يستخدم قانون مكافحة الإرهاب لقمع الحقوق الأساسية. وجاء في المقال أن بواعث القلق التي عبرت عنها Human Rights Watch تتمثل في العقوبات القاسية والتي تصل إلى حد السجن المؤبد بسبب أعمال غير معرفة بشكل جيد تهدد الوحدة الوطنية، ويتضمن القانون تعريفا فضفاضا لمفهوم الأعمال الإرهابية. سيد إبراهيم، الأمم المتحدة ذكرت في تقريرها أن جميع المجموعات المسلحة هي ضالعة في عمليات الاختطاف بمن فيهم القُصر. هل يمكن بالفعل أن نرى محاسبة قانونية لهؤلاء؟ أم أن الحديث عن محاسبة وسط سياسة الإفلات من العقاب مستحيلة تبدو؟ وطبعا في ظل الحرب الأهلية لا يمكن أن تحاكم المجموعات الإرهابية أو المجموعات المشاركة في النزاع في داخل ليبيا، وكما يحدث أيضا في سوريا. هناك قبل أيام صدر تقرير يعني أشار إلى ضلوع الجماعات الإسلامية، وكذلك نظام الأسد في تعذيب وسجن آلاف وعشرات الألوف من السوريين. لكن هذا طبعا العدالة لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل نظام سياسي مستقر، أو في حالات مثلا تقدمت الأمم المتحدة وقامت بتوجيه اتهامات بجرائم حرب للذين تورطوا في هذه العمليات. المسألة في الحرب الأهلية وفي ظل ما يجري في ليبيا، أن كل الأطراف لديها يعني تقوم بعمليات اعتقال وتقوم بعمليات تعذيب، وكذلك أحيانا إعدام فوري وبدون محاكمة للذين يتم إلقاء القبض عليهم من الجماعات المتنافسة. جرى بعد قبل فترة مثلا تبادل أسرى بين الحكومة بين الجماعات المتنازعة في ليبيا، لكن هذا يعتبر استثناء في ظل النزاع الحالي. طيب، هنا إلى أي مدى بالفعل يحد التوافق السياسي المرتقب بين الفرقاء من الأفعال الإجرامية التي تقوم بها المجموعات المسلحة بحسب ما ذكرته الأمم المتحدة؟ ويعني من خلال يعني تسويه سياسيه بين الاطراف ونزع سلاح الجماعات المسلحه في ليبيا، هذه خطوه مهمه على طريق يعني تقليل
من عمليات الاعتقال والسجن، خاصة أن معظم الذين يعتقلون يسجنون في سجون غير رسمية ولا يعرف أحد أين هم. كذلك أيضا لا يمكن المعتقلين الاتصال مع أهلهم، وأحيانا يعتبرون في إعداد المفقودين. هو طبعا كل هذا مرهون بتسوية سياسية في داخل ليبيا وتوافق سياسي بين الأطراف المتنازعة، ونزع السلاح كما أشرت هذه واحدة من الخطوات التي يمكن أن تقلل العنف الداخلي الجاري في ليبيا. طيب، بالحديث عن منظمة Human Rights Watch، هي طالبت مجلس النواب بتعديل أحكام قانون مكافحة الإرهاب على وجه السرعة لأنه يتعارض والتزامات ليبيا تجاه القانون والمعاهدات الدولية. هنا سيد إبراهيم، يعني هل فعلا هنالك بالفعل من يستغل ضعف التشريعات لقمح حرية التعبير وحقوق الإنسان بشكل عام؟ طبعا هذا يعني يحصل، ويحصل في مصر ويحصل في سوريا، حيث يتم تجيير قوانين الإرهاب في من أجل يعني تقييد حرية الرأي وتجيير حرية التجمع وحرية التظاهر، حرية الاحتجاج، خاصة أن مفهوم الإرهاب وتعريف الإرهاب غير متفق عليه. يعني من هو الإرهابي لا زال يعني محلا للنقاش ومحلا للتعريف، وكل واحد يجيره لصالحه، ويحدث هذا في ليبيا، ويحدث هذا في الجزائر، ويحدث هذا في معظم الدول التي تواجه نزاعات سياسية أو معارضة سياسية قوية. فمن أجل قمع حرية الرأي ومن أجل قمع حرية التعبير يتم استصدار قوانين دراكونية وصارمة من أجل القضاء على الخصم. يعني هذا شاهدناه بعد الانقلاب في مصر، عندما تم سجن معظم الذين شاركوا ودعموا حتى الانقلاب بسبب أنهم احتجوا على قانون التظاهر، ويجب أن يحصل المتظاهرون على إذن من وزارة الداخلية حتى يتظاهروا ويعبروا عن احتجاجهم للدولة. هذا أيضا حصل في ليبيا، رغم أن الحكومة الليبية لديها قانون لمكافحة الإرهاب، لكن كما أشرت Human Rights Watch فقد تم استخدام هذا القانون من أجل التضييق على الحريات والتضييق على حرية التعبير لليبيا. نعم، وبهذا نذهب بك إلى المحور الثالث والأخير، وأنتم مشاهدين بقوا معنا. يرى متابعون لملف الهجرة غير القانونية أن التحركات الأوروبية لضرب قوارب الهجرة المنطلقة من ليبيا لن تكون ذا جدوى، خاصة وأنها فقدت عنصر المفاجأة، حيث يرى آخرون أن الحل لهذه الظاهرة لا يتم إلا من خلال حلول شاملة تشارك فيها كل الدول المعنية، لا سيما دول الساحل الأفريقي التي كان لها اجتماع أمني مؤخرا وسط إشارات إلى أنها ستتلقى دعما أوروبيا للمساهمة في مكافحة تدفق المهاجرين الغير قانونيين إلى أوروبا. تناول الكاتب أشيش كومارسان في مقابلة مع الباحث لدى أتلانتيك كونسل كريم مرزان، نشرت على موقع مؤسسة أتلانتيك كونسل البحثية الأمريكية، تناول موضوع الخطط الأوروبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث اعتبر مزران أن العملية العسكرية للاتحاد الأوروبي لا معنى لها، لأن الإعلان عنها أصلا يعد بمثابة تحذير للمهربين والسماح لهم بإخفاء قواربهم، لذلك ستأتي العملية بنتائج عكسية، فمثل هذه العمليات يجب أن تكون سرية. وإجابة عن سؤال يتعلق باحتمال رفض السلطات الليبية لسرية مثل هذه العملية، بيّن مزران أن هذا غير مهم، لأن تلك الأخيرة لا يمكنها مواجهة المشكلة أصلا، ولا بأس أن يهتم المجتمع الدولي بالمشكل لإيقاف تدفق المهاجرين. وحول إمكانية اعتماد المفوضية الأوروبية لنظام الحصص بالنسبة إلى المهاجرين، اعتبر الباحث لدى أتلانتيك كونسل كريم مزران في مقابلته مع الكاتب أشيش كومارسان أن هذه مشكلة أوروبية وليست مشكلة إيطالية، لأن على أوروبا مساعدة اليونان وإيطاليا وكل الدول الحدودية. ذكر موقع راديو فرانس أنتير في تقرير بعنوان التنسيق الاستخباراتي يطغى على اجتماع دول الساحل بالنيجر
أن وزراء الأمن الداخلي في دول الساحل يجتمعون بنيامي عاصمة النيجر في ثاني لقاء يجمع دول الساحل الخمس، حيث يطغى على الاجتماع موضوع مكافحة الإرهاب والهجرة السرية. وأشار موقع راديو فرانس إنتر إلى أن منطقة الساحل تعتبر منطقة عبور للمهاجرين السريين قبل محاولة الوصول إلى أوروبا، حيث تشير الإحصائيات إلى أن ما بين 50 إلى 60% من المهاجرين الذين ينطلقون من ليبيا يعبرون من منطقة الساحل. وبيّن التقرير أن مجهودات دول الساحل الأمنية تلقى دعما من أوروبا، خاصة وأنها تعمل على تعزيز مراقبة الحدود والسيطرة على مسالك الهجرة، مقابل عمل الدول الغربية على الإدماج الاقتصادي للراغبين في الهجرة في بلدانهم الأصلية. سيد إبراهيم، بالحديث عن هذا المحور، بداية كاتب على موقع أتلانتيك كونسل يرى أن الإعلان عن عملية عسكرية للاتحاد الأوروبي يعد بمثابة تحذير للمهربين والسماح لهم بإخفاء قواربهم، لذلك ستأتي النتائج عكسية. فمثل هذه العمليات يجب أن تكون سرية حسب قوله، فما رأيك في الصياغة التي ذهب إليها هذا الكاتب؟ هي حتى عملية استهداف القوارب المهاجرين ليست يعني عملية سواء كانت سرية أو علنية، لأن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع أن يحدد ماهية القارب، أي قارب يعني يجب ضربه أو أي قارب يجب استهدافه. وكما أن عملية التهريب هي عمليات دائما تتم بسرية، والمهربون يعني لا يهتمون بقاربهم، عندما أي مهرب يرسل قارب له إلى البحر فإنه يعني لا يتوقع عودته. ولذلك على عملية في كل عملية هي عملية فاشلة، وتشير إلى فشل الاتحاد الأوروبي تحديدا في التعامل مع الأزمة، وأيضا خلافات الاتحاد الأوروبي هي التي فقمت الأزمة المهاجرين وقوارب الموت التي يتم يعني إرسالها من الشواطئ الليبية نحو إيطاليا ونحو جنوب اليونان. لذلك هي بحاجة إلى تنسيق ولتحديد سياسات الدول الأوروبية من أجل كيفية التعامل مع المسألة الليبية. وهذا يقودنا إلى القول إن المسألة الليبية والحرب الأهلية الليبية هي تعبير عن الفشل الدولي. يعني كما أشار عبد الإله الخطيب في مقابل مع أحد الصحف الإيطالية، قال أن المجتمع الدولي بشكل كامل فشل في التعامل مع ليبيا. فصحيح أن العملية التي تمت من أجل إنقاذ الليبيين من براثن نظام القذافي، إلا أن المجتمع الدولي ترك الليبيين وشأنهم بعد انهيار النظام، وتركهم يعني يعيشون تحت حكومتين وفي ظل تنظيمات فصائلية متصارعة. فالمسألة إذن من أصلها مسألة أوروبية، ومسألة أيضا تشير إلى الفشل الأوروبي في التعامل مع مسألة المهاجرين وكيفية حل أزماتهم. طيب، الحديث إلى ما أشار إليه موقع راديو فرانس أنتير هنا، حيث أشار إلى وجود تنسيق استخباراتي بين دول الساحل الأفريقي وأوروبا قريبا لتعزيز مراقبة الحدود والسيطرة على مسالك الهجرة، هل يكفي ذلك أو هذه الإجراءات للحد من هذه الظاهرة في رأيك؟ لا أعتقد، لأنه المسألة المهاجرين، أي شاب أفريقي يهاجر، ونسبة الأفارقة الذين يأتون إلى شواطئ ليبيا هي ما بين 60 إلى 70% من المهاجرين غير الشرعيين، بالإضافة إلى المهاجرين القادمين من إثيوبيا وإريتريا ومن سوريا، لكن الغالبية العظمى تأتي من دول الساحل والصحراء. فتنسيق الأمني لا يكفي، لأن جذور الأزمة متجذرة بالعنف السياسي الذي يعني يدفع الشباب في هذه الدول الى الهرب، او يعني عدم توفر فرص العمل. يعني اذكر في احدى التقارير التي كتبها صحيفه الجارديان، اشارت ان احد الشبان الغامبيين كان يعمل في شوارع ويبيع بعض المفرقعات، الا ان الشرطه كانت تطلب منه نسبه على ما يبيعه، فاضطر ان يعني يترك بلاده ويبحث عن فرصه حياه جديده في أوروبا. فمسائل أعتقد الفقر والقضايا الاقتصادية لها علاقة باندفاع الكثير من الشباب والتضحية بحياتهم، وأحيانا يموتوا في الصحراء. التنسيق الأمني أصلا موجود بين الدول الإفريقية وبين الدول الأوروبية، خاصة في مجال الإرهاب، خاصة على دول الساحل والصحراء مثل مالي والنيجر تعاني من مشاكل الإسلاميين ومشاكل الإرهاب الإسلامي، وتلعب دور الجزائر دورا في هذا السياق. وبهذا انتهت حلقة اليوم، أشكرك جزيل الشكر ضيفنا، حدثنا عبر سكاي من لندن الكاتب الصحفي إبراهيم درويش.
نوه مشاهدينا إلى أن إنتاج هذا البرنامج يكون بمعاونة المرصد اللوي للإعلام. تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا بالطبع غالية أبو زعكوك، في أمان.